تاني حاجة بالنسبة للموضوعنا النهاردة، طبعا كان في حساسية طبعا قبل اللقاء، وانت عارف بيراميدز والنادي الاهلي او النادي الاهلي وبيراميدز بيبقى في حساسية لطبعا وجود بعض اللعيبة في النادي الاهلي ان هي انتقلت لنادي بيراميدز، في حساسية جامدة جدا رغم ان هم لعبوا في كذا ماتش قبل كده. الحساسية الاكبر ان انت عندك النهاردة، انت لو خدت يعني زي ما بيقولوا بوكس كده خلاص هتطلع. أيوه. انت النهاردة بتلعب في كاس، فرقتين طبعا عندهم لعيبة كويسة جدا، لكن انا شايف من وجهه نظري ان النهارده كان شريف كرامي النهارده الضغط عليه كان اقل شويه، لان طبعا كان في ماتش قريب كان في ضغط كبير جدا، ولكن النهارده يمكن حظ شريف النهارده انت في كورتين بس هم اللي جم على شريف بهدفين. الشناوي كان ماشي كويس جدا في اللقاء وعمل حاجات كويسه جدا وانقاذات كويسه، ولكن هنتكلم بقى على الخطا طبعا الاخير ونشوف بقى الحالات اللي هي ان شاء الله. مش عايز تديني رقم تقييم كم من 10 لشريف كم من 10 للشناوي؟ شريف جمد قلبك. شريف ما فيش حاجه، هم كورتين وجولين. طيب الشناوي عمل حاجات كويسه، يعني ممكن اقول الشناوي النهارده ممكن اديله مثلا 6 7 6 عشان خطأ من 10. طبعا الاخير ده كان خطا اعتقد ان يعني الشناوي حارس كبير، وطبعا الحارس الكبير دايما لازم لقاء عن لقاء او مستوى عن مستوى لازم. شريف اكرامي شريف يعني اقول مثلا اديله 50 50 يعني 5 5 لان انت عندك انت عندك 5 من 10 و 6 من 10 5 من 10 و 6 من 10 الشناوي. يلا بينا نروح على الحالات. نروح على الحالات يلا. طبعا دي اول 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 حاجه جات للشناوي هنتكلم عليها. لو رجعنا ورا شويه يا ابراهيم سنه بسيطه، بص هنا الباص طبعا هو اتفاجئ بيها، بس لازم اكون محضر انا كحارس كبير كشناوي لازم اكون محضر. رامي ربيع لعبها كويس جدا. في حاجه هنا ما ينفعش، هو خد الكوره على جنب ماشي ممكن تكون صح 100%، ولكن انا لازم ابقى محضر الكوره دي عايزه يا ابراهيم وهي جايه وان تاتش وان تاتش اكون محضر وخلص الكلام ده كله. ده هيخليه بقى يعني في خلال اللقاء هو هنا كان عايز ياخد الكرة، هو عايز ياخد الكرة على جنب وبعدين جه ياخدها على جنب طولت منه فقال لي ياسر روح، فياسر ما كانش عامل حساب. التحضير بقى هنا انا النهارده ابقى محضر وشايف يميني وشمالي والكرة دي كانت بخبره الشناوي لازم اول ما رامي ربيع يلعبها له وان تاتش ببطن رجلي قدام ما كانش هيعمل المشاكل دي. والكلام ده هيخليه برده هو لعب كام كرة كويس، ولكن الخطا اللي احنا هنشوفه وهنتكلم عليه برده مشابه لده شويه. يلا اللي بعده ده الهدف. بص يا اقف بقى هنا، يعني انا اول ما تتلعب الكورنر كمل ارجع سنه بسيطه بقى كمان اقف بقى هنا. شريف هنا المكان اللي زي ده. لا هو بس الاول قبل ما اروح لشريف يعني هي دي حته طبعا اقصر واحد مسك طاهر. انت بتتكلم على الدفاع. اقصر واحد مسك طاهر دي اقصر واحد في الفرقه، هو طاهر ذكي يعني اذا كان طاهر هو اللي رايح له عشان يعني يمسكه فده ذكاء منه، واذا كان حسين هو اللي راح يمسك طاهر فده مش ذكاء منه لانه اقصر واحد ماسك طاهر وطاهر اطول من حسين يعني. برافو عليك، بس انا عايز اقول لك على حاجه. لو رجعت سنه في الاوفر بص البوزيشن بتاع المدافعين، انت جاي بقى تتكلم على المدافعين بقى هتقولي من الاول. ايوه لا وقف الكره عند قفشه. بص طاهر كان انفين بص اقف بقى كده تاخد بالك طاهر اصلا كده تقدر تفهم بقى كده طاهر واخد الحته اللي هو واخد الحته اللي هيروح عليها حسين بالزبط. يعني هو مذاكر انه اقصر لعيب هيبقى موجود في الحته ديت وهو رايح لها ده كده مقصود. عارف المشكله فين اصلا اصلا في الكلام ده كله ايه؟ ان انا النهارده مش مثبت من الاول حد واقف على القائمين ده سبب. دي رقم واحد. لو انت هتتكلم بقى على البوزيشن تحت العارضه الاولى وواحد تحت العارضه الثانيه بالظبط. حسين وجوده لازم يبقى على القائم لازم. لو هنتكلم بقى على تحليل كويس جدا بص لعيبه اقف بقى معلش سنه البوزيشن بتاع اللعيبه اقف هنا كده بتاع الفريق البيراميدز المدافعين هم اعتقد ان هم متمرنين ان هم يقفلوا الحته دي مفيش مان تو مان بدليل ان انت بص كله باصص على الكوره مش باصص على المهاجمين. الاهلي عامل طابور بالقطري والتانيين عاملين طابور عرضي دي مش مظبوطه لفريق بيراميدز اصلا من البدايه. القائم لازم يبقى في حد واقف. تاني حاجه بص كمل بقى الهجمه بص طاهر راح فين والفنت اللي هيعمله ده وراح طالع راكب الكوره بلغه الكوره اقف بقى هنا. شريف هنا قافل الدقيقه جامد قوي لا قافل قوي هتبان في العاده الثانيه كان لازم شريف يبقى واقف نص خطوه تاني هنا بحيث لو جت هنا في القريبه هيقدر يتعامل في البعيده هيقدر يتعامل. بس هي ما راحتلوش في البعيده هي ما راحتش في البعيده بس هتكلم هي رايحه. برافو عليك. يبقى الحل هنا ايه؟ لب يعني الحل هنا ايه؟ كمل بقى الهجمه لازم شريف بص ايده اقف بقى ما ينفعش كوره بامكانيات شريف البدنيه
وكره ساقطه مش في لوب في البعيده دي فوقيه بالظبط ان انا اروح لتحت لازم ابراهيم ايدي تعلى ايدي تعلى واخد من اعلى نقطه صرح لاعلى نقطه بالنسبه له هو لا. هو لو راجع لورس ان هيجيبها بس لو راجع لورس ان هيبقى على حدود الخط المرمى بتاعه هو شريف كان لازم اول ما تتعمل الكره وخلاص باين هتروح في البعيده لازم اعمل ترن واروح ايدي ما تبقاش تحت لازم ايدي فوق بص ايد فوق. شريف لازم ايده فوق من البدايه خالص يقدر يطلع الكره دي خصوصا هي مش رايحه هنا لو رايحه هنا هقول لك صعبه جدا لو رايحه هنا هقول لك صعبه جدا هي الكره محطوطه فوق شريف فوق شريف سقطه فوق بالظبط يعني كان لازم شريف يحط ايده فوق ويطلع الكره بشكل كويس خصوصا هي بص هتبقى من هنا بص كمل ايده لتحت لازم ايدي تبقى فوق شايف ايده فين لازم ايدي تبقى فوق ويطلع الكره استخدامه لايده الشمال هو كان الاستخدام الصحيح طبعا صحيح الصحيح الشمال 100% صحيح طيب. ولكن كان لازم تبقى ايده فوق مش تحت اللي بعده دي هجمه اسلام اعتقد تصدي كويس جدا من الشناوي الناس هتقول لك سهله هي مش سهله خالص بص انك انت تلعب وان تاتش من اسلام هو طبعا لعيب موهوب وان الشناوي يتحرك من يغير البوزيشن بتاعه يقفل ويلعبها فيرست تايم وتيجي في رجل هاني وان يتعامل معاه بشكل هنا ما ينفعش امسك لو مسكت الكوره دي هتقع من ايده وتروح لاسلام يعمل فول التاني او اي حد يكمل ويحط جول هتبقى خطا من الشناوي لكن هو اتعامل معاه بشكل كويس جدا بايديه الاثنين ويطلعها بشكل كويس جدا ممتاز بص عبد الله كان فين ماشي اللي بعده هنا لونج باس كمل اقف بقى هو كان هيطلع في جوال كتير جدا تبقاش عندها خبره بتطلع مع الفيرود وتعمل بينالتي وفي نفس الوقت يعني ياخد تركيزه الفيرود ان هو طلع هو قدر المسافة فلا ان هو مش هيقدر يعمل حاجه الراجل المهاجم فاخر نفسه عشان الطبيعي ابراهيم من هنا اقف اخد من عالي تمام لكن زي ما انت قلت يا ابراهيم ان هو مقدر خدها من تحت لانه ضامن خلاص ماشي اللي بعده دي اي جول تاني ممكن يتخدع لو ما عندوش خبرات ماشي دي هجمه كويسه جدا والتصويبه تكنيك كويس جدا من الشناوي بس سهله دي هنا بقى بص الصعوبه هنا في الحاجات الزي دي يا ابراهيم مع الكره زي دي مع بص خلي بالك اقف بقى هنا انا كحارس مرمى انا بس مش ان انا بصد الكره بس انا في 100,000 حاجه في لحظه لازم اعمل كنترول اول حاجه اسلام في فولو عليا بالظبط لكن التكنيك بتاعه كويس جدا ان انا مترمي على الشمال دايما بنقولها للجوال اول حاجه لو ايدك الشمال هي ناحيه الشمال ايدك الشمال هي اللي تعمل سبورت ليها جامد جدا والكفرنج هي الايد اللي فوق وناحيه اليمين نفس القصه فهنا التكنيك بتاعه كان سليم 100% وانقاذ هايل من محمد الشناوي ما كانتش كوره سهله لا مش سهله طبعا ما كانتش كوره سهله ماشي مش سهله هنا طبعا بص هنا هدوءه وقافل الجول كويس جدا كوره زي دي لو فخري بن يوسف لو عملها في اي مكان في الجول الشناوي هيقدر يتعامل معاها بشكل كويس جدا مقفل كويس بالتكنيك لا ارجع ما انت كنت مش لو عملها ارجع قلنا بقى لو عملها كده بص رجله لو عملها هنا جون يا كابتن اقف بقى كده لو عملها هنا جون هقول لك انا بقى في حاجه هيما شايف الرجل بتاعت الشناوي دي لسه مش ثابته لو اتعملت في البعيده هيحط رجله وياخد الخطوه الثانيه ويطلع الكره دي مسافه بعيده لا بعيده لاكاي لو عبد الله السعيد في الكره دي الكره دي جون وانا بقول لك في البوزيشن بتاع الشناوي كمل الهجمه بس واحده واحده بص النقله بتاعته خلاص لو هنا لو هنعمل تراي والكره هنا صعبه لو انا حطيت لو الكره جت في الحته دي وانا عامل عليها تراي انا هنا ما بحملش الشناوي على فكره انا بقول لك ان المهاجم ده اهدر فرصه كان ممكن ان هي تتسجل والشناوي في موقف صعب لانه شبه انفراد يعني كمل بقى لحد ما يمسكها الشناوي اقف بقى هنا كده انا بقول لك بقى كتكنيكه وكبوزيشن بتاعه ان هو يروح عليها بص رجله الشناوي لو في الكره في البعيده مجهز نفسه للتراي في حاجه التراي هيبقى لقدام برافو عليك لو قفل الشناوي كده خلاص انا قفلت الجول ماشي فاهمني خلاص لكن هو هنا ماشي. انا بقول لك اهو تعمل في اي حته انا اشتريت منك ما انت وجودك هنا عشان خاطر نشتري من الحته بتاعت الحراس حاجات بقى ماشي. ايه لا ماشي اتفقنا ماشي دي هجمه طبعا الناس برضه هتقول ان هي سهله لكن هي مش سهله في الزحمه بص من هنا اقف بص رجل رامي ربيعه بص فخري بص في الزحمة فجاه بيلاقيها لا ده غير كده كمان لا ارجع لي بقى عند فخري كده رجع لي الكره اقف بقى هنا بص الكره رايحه فين المفروض طبيعي ان هي تيجي هنا كمل ان هو بص كويس جدا وجي خطوه وراح قفل عمل كفرنج كويس جدا على الكره كمل الهجمه بس خلاص حتى لو وقعت من رمضان هو بيشتغل ان هو عنده امكانيات كويسه وضامن الكره 100% لكن الصعوبه في الكلام ده ماشي اللي بعده طبعا ده الهدف الثاني اقف بقى هنا بص يا ابراهيم حسام حسن لما اتلعبت له الكره من قفشه الكره راحت على جنب شويه اتطرفت لدرجه ارجع كده ارجع سيكا ارجع سيكا بص كمان بص كمان بص قفشه
غير قفشة. لا لا بص قفشة بص الرياكشن بتاعه اللي هو روح انت سبتها ليه؟ يعني ليه اقف بقى هنا اقف هنا بص قفشة بيعمل بايديه الاثنين ليه ما دوستش عليها؟ بص اهي الوضع التشريحي بتاع حسام حسن الطبيعي لحسام حسن كده يشوط فين؟ ايوه لا البوزيشن ده بتاع حسام هو كده يشوط هناك كده لا ما هيلف بص جزعه اكيد لما يلف بقى يا ابراهيم انا بقى كخبره شريف عايز اشوط في المدرجات لا انا بكلمك على انه هيعدل لما تقول خلي بالك هو لو راح وسنه تاني هتبقى مشكله كبيره جدا طبعا خلاص اتقفل انا كشريف اكرامي بقى بخبراتي الكبيره كنت استنى شويه طلوعي هنا بدري قوي كنت لازم استنى هنا فتح له الزاويه بالظبط كده واثبت لو ثبت كان هيقدر يتعامل معاها بتراي لكن شريف اتعامل معاها برجله وحسام حسن قال لك اخلص بدل ما يجي عليا ضغوطات والكلام ده كله كان لازم شريف يستنى شويه يدي مساحه لعلي يروح هنا لو شريف تحت هنا هيقدر يتعامل معاه بشكل كويس ويقدر يعمل تراي على الارض غير الوضع ده ملوش حل غير انه يعمل برجله وطبعا هتبقى صعب بص وشه فين شريف الخطوتين كتير وفي وجود علي لازم ابقى تحت شويه واثبت واتعامل معاه بشكل افضل من كده اللي بعده طبعا ده الهدف بص اقف بقى هنا اقف بقى هنا هو راح وجاب الكوره كمل سنه خلاص انا من هنا لازم اقرر من هنا اعمل خطوه واعمل لونج باس ما ينفعش اخد كل ده انا هزقها كده بوش رجلي واشيل بس خلص بص انا خدت قد ايه ورمضان اصلا كان فاقد الامل خدت مساحه كبيره ومش مركز في رمضان خلي اقف ارجع لي سنه ومش مركز هو في رمضان. انا فاكر ان رمضان هيحلق مش هيجري هو رمضان ما كانش عنده امل ما كانش عنده امل لا خالص. انت اللي طمعته بالظبط وبص كمان حتى عارف لو شوت من هنا عادي برضو ماشي. لكن استنى كتير جدا كمل كتير جدا وهنا ما ينفعش رمضان قافل عليا ورا عامل باص هنا في الحته ده تعرف لو عمل لياسر هو غلط هو غلط بس لازم كان يعمل لياسر هنا على الاقل كان هي افضل من كده هو عاوز يعملها لكوكا في المسافه الصغيره ما فهمتها يعني ما فهمتهاش مش يعني ليه هو مش مركز في رمضان هو استلم وخد وقت خلي بالك المسافه كانت بعيده جدا كان يقدر يتصرف فيها احسن من كده بكتير بخبراته وثقته يعني من هنا اسند واحده والعب لونج باص اسند واحده وطلع في الاول تقديره للمسافات كان غلط خالص كمل غلط بقى خالص. كمان كمل اقف غلط انه يلعب لياسر لان رمضان ممكن يمد رجله ويقطع الكوره كل تمام؟ الزاويتين اتقفلوا برمضان بجريه رمضان الزاويتين اتقفلوا شيل بقى وخلاص افضل من انا العب لكوكا هنا كان ياسر والله الافضل من الاثنين لو اتقفل عليها حطها في الاوت خلاص هو بص خد مسافه وخد وعايز يعمل لكوكا تاني في القفله بتاعه رمضان كملوا يا جماعه بقى كمل الهجمه خلاص هي اول على فكره وانا بتفرج يا هيما انا اول ما الشناوي غلط في الكوره انا قلت يا بينالتي يا جول ملاش حل تاني وقد كان طبعا خطا كبير من الشناوي لكن الشناوي طبعا وشريف احنا بنتكلم على اثنين خبرات بنتكلم على اثنين دوليين فطبيعي ان يعني لما يخطا ابقى خطا مش كارثي يعني انا شايف ان ده خطا كبير من الشناوي لكن اتمنى ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن بالنسبه للجولين الكبار اللي عندهم خبره طبعا عند